أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجوزاء الثلاث 30 مارس 2021. خططك المستقبلية تحتاج إلى بعض التعديل. على الرغم من أنك اليوم لم تقم بالعديد من الأعمال، إلا أنك تشعر أنك بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة. تصرفات وأفعال الشريك أثناء التعامل معك تدل على حبه واحترامه لك. عاطفيا، الأعزب قد يحمل هذا اليوم إيجابيات بسبب أحداث تخص بعض الشركاء أو الأصدقاء أو الأقارب، فحاول أن تستفيد منها. المرتبط تعامل مع أمور جدية وتلاقي دعما من الشريك أو تدعمه لمواجهة بعض مشاكله التي إذا استمرت قد تعقد العلاقة بينكما. مهنيا، حاول أن تعبر عن وجهة نظرك وتصارح الآخرين بآرائك وبما يزعجك منهم، كي تتمكن من العمل بارتياح والتفرغ لإنجاز العمل. صحيا، تمهل في كل ما تقوم به ولا تضغط على نفسك كثيرا. اليوم هو اليوم الذي تحتاج فيه لأن تكون واعيا من الأشياء الصغيرة، كما قد تكون عرضة للمعاناة من عدد قليل من الإصابات الطفيفة. توقعات خاصة للرجل: فترة مناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية والانفتاح على الآخرين، فلا تتردد، حلل وابحث وطور حياتك، فالحظوظ مساعدة لخطوات ناجحة قد تسعدك وتغير محيطك. هذا اليوم لأنك تستطيع منح الإلهام والحافز للآخرين ودفعهم للأفضل من خلال حماسك واهتمامك بهم وبنفسك. توقعات خاصة للمرأة: اليوم هو يوم جيد لمعالجة التوازن بين الحياة التي تعيشينها وحدك والحياة التي تعيشينها في شراكات وصداقات. أنت في رحلة طويلة للسعي خلف أحلامك. حاولي تخيل أنك في مغامرة ممتعة، تسافرين لمسافات بعيدة بكل عزم وثقة. فكري في ما سيحدث بعد الوصول. الراحة والسعادة والاستمتاع تنتظرك. ضعيها دائما أمام عينيك في لحظة اليأس والإرهاق. لا تجعلي الروتين يقتل العلاقة. الملل إذا تسرب إلى علاقة لا يغادرها إلا بصعوبة.